تشهد محافظة جنوب سيناء تنفيذ وإقامة عدد من المشروعات القومية التنموية في مختلف القطاعات بهدف النهوض بسيناء ودعم المواطن. التنمية والبناء عنوان المشهد بجنوب سيناء. تنمية تأتي في ظل قيادة سياسية أولت سيناء الاهتمام برسم خارطة المستقبل لها، وبناء ونهضة باتت رؤية العين شاهدة عليها في مختلف مدنها، ليكون الانطلاق نحو آفاق أرحب وغد مشرق. كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس اللي هو دائم السؤال عن أبنائه، أبناء محافظة جنوب سيناء دائما السؤال عنهم، دائما هم في ذهنه، في عقله، في قلبه. في الحقيقة يعني توجيهاته كلها احنا بنعتبرها خطوط بنمشي عليها. المدينة والمحافظة يعني بتعيش في أحلى عصورها وأزهى وأبدأ. كمان الدور الاجتماعي والدور التطوير القدرات الشبابية أكيد بنفخر ونعتز بهذا الدور ونقوم به بكل وطنية ما بيننا وبين الشباب في كل محافظات مصر، وبننتصر في كل معاركنا بهذه الروح، روح الشباب اللي خاض معركة باسلة. هذا الشباب اللي موجود دلوقتي في سيناء بيدافع عن كل شبر فيها وبيقول ان سيناء ارض المحبة والسلام. مشروعات قومية واستثمارية في المجالات كافة تنموية توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار وتعيد القطاع السياحي بقوة على خارطة السياحة الدولية. احنا ابتدينا نعمل برامج بقى للسياحة الترفيهية، هي موجودة بس نوع من التطوير بقى، السفاري في البحر، السفاري في الصحراء، الرحلات الترفيهية بالبوتس بالمراكب. مدينة الدهب السنة دي يعني حصل عليها قبول شديد قوي، ده ناتج للناس عايزة تروح للطبيعة. مدينة طبا بقى يعني زي ما حضرتك شايف فيها قمة الجمال وطبيعة خارقة، وهي كذلك قنطرة كبيرة للاقتصاد، أنها ممكن تجلب يعني السياح بالآلاف بل قل بالملايين، لأن كل المكونات الأساسية من بنية تحتية موجودة، من خدمات موجودة، وسياحة يعني تجمع بين الجبلي والصحرائي والبحري، أي في منطقة صغيرة جمعت الديستنيشن الثلاث للسياحة. سيناء أرض الأنبياء المقدسة والمباركة لها نصيب أيضا في افتتاحات المساجد وإقامة مسابقات حفظ وفهم وتفسير القرآن وتوعية المواطنات السيناويات بفهم صحيح الدين والمواطنة من خلال واعظات الأوقاف. يعني في تكامل مع محافظة جنوب سيناء ومع جميع المحافظات في العناية بالمساجد مبنى ومعنى حق الوطن اللي يؤديه جيل واحد بل تؤديه الأجيال المتتابعة. إذا كان سيادة الرئيس أعلن أننا مقبلون على الجمهورية الثانية فهذا يعني أن على كل واحد منا جهدا كبيرا يجب أن يبذله. احنا جايين في قافلة دعوية تنموية لأهلنا هنا في جنوب سيناء للتوعية، التوعية بأهمية قبول الآخر، ببساطية هذا الدين وجماله، بسماح الدين، وكمان متكلم على المواطنة وحب الوطن مهم جدا، لأن هو جنوب سيناء دولت مهم جدا احنا نتكلم معهم، هم أكيد عندهم حب الوطن قوي، بس احنا بنتكلم عشان المرأة، دايما بنقول المرأة مش نص المجتمع، هي المجتمع كله. من أجل كل ذلك سيناء في أعين الرئيس بعد أن كانت تنميتها حلم ينتظر التحقيق. وليد هيكل، التلفزيون المصرية.